أيضا سؤال الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أيضا مسألة تصنيف روسيا كدولة إرهابية، وقال أيضا في تصريحات بالبيت الأبيض وعند سؤاله إذا ما كان ينبغي تصنيف روسيا أيضا دولة راعية للإرهاب، أجاب بايدن باقتضاب لا. وبحسب هذا إذن تصريح لرئيس بايدن بحسب ما نقلت وكالة رويترز. كان هناك تصريحات أيضا سابقة لأيضا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بخصوص هذا الأمر بقدر تحذير روسي، وقالت زخاروفا إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مضيفة أن بلادها مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي. التطور في الموقف الأمريكي وهذا الموقف من الرئيس بايدن بعدم تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب أو دولة إرهابية، ماذا يعني بالنسبة للرد الذي سيكون عليه بالنسبة لموسكو؟ هل بالفعل ستقابل برد إيجابي في مسألة أيضا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يؤثر على العلاقات بين موسكو وواشنطن أي إلى تحسينها، ولكن هذا ليس بالشيء البسيط، هذا أخطر ما يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية من اعتبار روسيا دولة إرهابية أو داعمة للإرهاب، وهذا فقط بسبب تحريض يعني بعض دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق التي تحكمها يعني قادة أصولها فاشية وأصولها نازية، هم يريدون يعني يطلبون من الولايات المتحدة الأمريكية لو استطاعوا أن تقصف موسكو. يعني لماذا أقول خطير؟ لأن في حال اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذا القرار، هذا ليس فقط سوف يؤدي إلى العلاقات بين موسكو وواشنطن، وإنما سوف يؤدي إلى يعني عمليا أو واقعيا إلى تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية السياسة التي تطبقها تجاه المنظمات التي تدعي أنها إرهابية مثل القاعدة وداعش وبعض المنظمات الأخرى. يعني نلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية في معظم الأحيان تقوم بعمليات اغتيال لقادة في القاعدة أو في داعش أو لأي منظمات تعتبرها إرهابية، وهذا يعني يمكن أن يخول أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم بهكذا عمليات. ولو تصورنا أن روسيا أيضا صنفت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة داعمة للإرهاب وتقوم بنفس الأعمال، هذا يؤدي إلى اشتباك مباشر وحرب يعني مباشرة بين الطرفين. أنا لا أعتقد أن إدارة بايدن يعني لديها، وأنا أعتذر عن هذه الصفة، هذه يعني الغباء السياسي لاتخاذ مثل هذا القرار، هذا قرار خطير ولا أعتقد أنهم يمكن أن يتخذوه. نعم يهاجموا روسيا، يتهمونها ببعض الاتهامات، هذا في إطار الصراع السياسي. طيب لكن قبل شهر سيد إذا سمحت لي سيد أيوب، كان هناك أيضا موافقة من مجلس الشيوخ أيضا على تصنيف أو على قرار يدعو إلى وزارة الخارجية الأمريكية للاعتراف بروسيا دولة راعية للإرهاب. هل تراهن روسيا على التغيير في الانتخابات المقبلة الأمريكية، في انتخابات الكونغرس، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، لتغيير موقف الأمريكي تجاه روسيا؟ يعني أنا أتصور، وحتى ولو كان هناك تغيير في نتائج الانتخابات، ولو كان هناك 80% من الرأي الشعب الأمريكي والذي هو ضد سياسة إدارته، لا أعتقد أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية يعني بحزبيها الديمقراطي والجمهوري يمكن أن تغير من سياستها تجاه روسيا بشكل عام. يعني يمكن أن يكون بعض التحسن أو بعض غض النظر، ولكن عملياً الإدارة العميقة، الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية تريد زيادة الضغوط على روسيا، وهي لا تريد أن تسلم بأن العالم أصبح متعدد الأقطاب. هم يتصورون أن العالم لا يزال تحت سيادة وأمرة الولايات المتحدة الأمريكية، ومستعدون للقيام يعني بأعمال كثيرة، بحروب، بفتح حروب، بتحريض دول، بإشعال حروب، ولكن في هذه المرة بعيدة عن الصدام المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنهم يقومون بهذه الحروب بالوساطة كما يفعلون مع أوكرانيا. يعني هم يريدون القتال في أوكرانيا حتى آخر أوكرانيا، حتى أن تدمر أوكرانيا بشكل كامل. يعني زيلينسكي عندما يقول أن الجيش الأوكراني أصبح ضعيف، أصبح ليس لديه يعني أسلحة أو ذخائر لقتال روسيا، طيب، هذا يؤكد أن الغرب مستعد يعني لإبقاء هذه الحرب، لإحراق أوكرانيا إلى يعني أن تنتهي من أجل مصالحه ومن أجل أن يضغط على روسيا.